فترة من المنجزات اللي كتبوا فيها يعني طور في الإنجاز ديالها، وهي مناسبة باش يحضروا الشباب ديال الأخرى التعقدات اللي دارت دار الحزب التجمع الوطني الأخرى خلال البرامج الصحفية ديالو، أنه يعني ماذا تحقق منها وماذا وما الذي لم يتحقق منها، لأن التعقدات كما يعلم الجميع كانت تنصف على خمسة عناصر: عنصر أولي، شغل، عنصر ثاني هو الصحة، عنصر ثاني هو الحماية الاجتماعية، عنصر رابع اللي هو يعني إصلاح الإدارة، وكذلك التعليم. اليوم هنا يعني المنتدى جاء واحد الظروف اللي هي يعني مشكل او اذا بغيتي تقول هذه المنتدى جاء واحد الظروف اللي هي مؤلمه، ولكن في نفس الوقت هناك ظروف اللي هي يعني مفرحه. اللي كنهضروا على الظروف المفرحه هو النجاح ديال حزب التجمع الوطني الاحرار في الانتخابات الجزئيه الاخيره اللي كانت دارت في الكنس، واللي بين فيها حزب التجمع الوطني الاحرار انه في الطريق الصحيح، وانه يعني هي يعني رساله واضحه ان الحزب بصدد يعني عبر الحكومه طبعا بصدد يعني يعني تنفيذ البرامج ديالها. هذه فيما يتعلق بالامور المغربيه. اما الامور التي يمكن هي الحرائق التي كتعرف في منطقه الشمال، ولاول مره في تاريخ المغرب بهذا الشكل اللي هو كبير وكبير جدا، واللي من خلال هذا كما كنقولوا هذه الحرائق تبين بان الحكومه في سابقه انها يعني في السابقه ديال الحكومات المغربيه انها استطاعت انها خلال اسبوع انها توصل تخصص واحد الدعم ديال 30 مليار من اجل يعني مساعده الاسر المتضرره من الحرائق. نفس الشيء بالنسبه